وتحضر معي النجمة ومحبوبة المغاربة الفنانة القديرة نعيمة بوحمالة. فرحان اليوم نكون معكم انت حاضرة في العرض ما قبل الأول لفيلم سينمائي الإخوان، ودور مولة الدار اللي حاكمة وسد دارها. مولة الدار دخلت فوق راسي وخفت. تبارك الله، بهرتينا بأداء صادق وخارج من القلب. الله يكمل عليك، ونتمنوا لك إن شاء الله مستقبل. درتي معي صحفي ودرت فيك. متنة كي ديتك. متنتي الله يعطيك الصحة، نتمنى لكم مستقبل جميل، نتمنى إن شاء الله يكون شي فيلم عاوتاني آخر، ديروا لنا الإنتاج ونخدموا معكم والله يحفظكم. انتاج لنعيمة، انتاج غزال، وهذاك السيد الله يعمر ليه الدار، السي شحتان حتى والله يعمر ليه الدار، والعائله ديالو كل شيء كانوا معايا، زعما ناس طيبين وناس ظريفين، وانتم غزلانين. ولاله فاطمه الزهراء عزيزه عليا بزاف بزاف، هذيك مقتدره الله يبارك فيك، هذيك فنانه. الجمهور دابا كيحيي فيك. كنعرفها فنانه واعره فاطمه الزهراء الله يعمر ليها الدار.